دي يا شباب الصور اللي هنشتغل عليها ان شاء الله في درس النهاردة. التلات صور دول حملتهم من اي ستوك، والصورة دي حملتها من جوجل، ودي البراش اللي هنشتغل عليها. اول حاجة هعملها هروح للفوتوشوب وهفتح المقاس. المرة دي هنشتغل على مقاس يكون عرض شوية، هنخلي الريزوليوشن 200 كالعادة، وخلي مثلا المقاس هنا 1200، تمام؟ ممكن بس نكبره سيكا. طيب خليني اول حاجة هاخدها معايا هي صورة الارضية بالشكل ده، تمام؟ وهمسك البين تول وهاجي عند اول العماير دي كده من تحت بالشكل ده، وهروح بسلكت عليها كده وهعمل راسترايز، هجيب السلكت هدوس كليك يمين، هختار لير فيا كات، ده ليه؟ عشان اخلي دي لوحدها فلير واللي تحت لوحدها فلير، واقوم عكس الجزء ده بالشكل ده اهو، انزله تحت بالشكل ده كده. طيب الخطوة اللي بعد كده هو ان انا هاخد شكل العماير دي وهروح عكسها بالشكل ده، تمام؟ الخطوة اللي بعدها على طول هو ان انا هاخد صورة اللايت دي، احاول اكبرها بالشكل ده، تمام؟ وممكن بالاستيكة اهو اخلي الفلو يكون مثلا خفيف برضو حاجة 40، ماشي. وهبدأ احذف بالراحة كده لحد ما بين شكل العماير اللي انتوا شايفينها. طبعا في لايت حمر هنا ملهاش مصدر، يعني اروح ايه مكبرها لحد ما احذفها بالشكل ده. طيب همسك كلهم كده مع بعض، تمام، وهحاول ايه اخليهم يبقوا مايلين شوية بالشكل ده، اكبر اخليهم يبقوا مايلين اكتر بالشكل ده. طيب اوكي، خليني اروح لصورة العربية اهو، تمام، صور شوية. طبعا المفروض ان اللايت دي هي اللي عاملة الانعكاس اللي موجود على العربية اصلا في الصورة الاصلية، احنا ما عملناش حاجة، يعني انا مش هخلي اللايت من هنا، لا انا هخليها من قدام، تمام. ممكن بالاستيكة ابدأ احذف خفيف كده الحاجات دي، تمام، عشان اظهر العماير بس بالشكل ده، تمام. طيب كده مش معانا حاجة تانية في الصور، كل اللي هنبدأ نعمله ان انا هقف تحت اللير بتاعة العربية، هعمل نيو لير، هجيب البرش وهختار السكاي دي، وخليني مثلا اعلي الفلو شوية، وهبدأ ايه، خليني اعلي الفلو شوية كمان، اقلل السايز، هقلبها كده عشان تبقى في نفس الاتجاه بتاع الميلان او الميل بتاع الصور، وهبدا ادي كليك كليك كليك، تمام. طبعا البروش دي انا سايبها لكم في الملحقات بتاعه الدرس يعني. طيب زي الفل، خليني الخطوه اللي بعد كده هطلع فوق خالص بالشكل ده وهختار الكالر لوك اب، ونبدا نشوف يعني هنختار دي اول واحد، وهنيجي عند النورمال هنا هختار اخر واحد، وهقلل الرقم ده خليه مثلا 50، وهعمل واحدة تانية يعني نيو لير او كولر لوك اب، انا اسف، وبعد كده هشوف ممكن الاصفر دي كويسة، هبدا اقلل الاوبستي وهشوف مثلا ايه اللي ممكن السوفت لايت كويسة. اللي بعد كده هبدا انزل بقى واحدة واحدة كده اشوف ايه اللي ممكن يديني شكل كويس، دي كويسة الكريسبي دي، وهقلل الاوبستي بتاعتها بالشكل ده. طيب كده زي الفل، هنروح اخر حاجة للكالر بالانس، وهبدأ كده ايه اظبط المود بقى من البداية يا جماعة. يعني انتوا مثلا دلوقتي عايزين تشتغلوا المود بتاع الديزاين يكون واخد الشكل الموف ده شوية او البينك ده شوية، اوكي، الاخضر شوية الازرق، فاهميني؟ هو ده بقى السر في ايه، في المود. فانا مثلا هشتغل التون بتاعت الديزاين تكون واخدة الشكل الجرين شوية مع الأزرق سيكا، فاهمين؟ فأنا هشتغل على نفس الدرجات دي. طيب خليني أنزل لعند اللير بتاعة العربية، هعمل نيو لير وهجيب البين تول وهبدأ أرسم اللايت اللي خارجة من الفوانيس بتاعة العربية، هاجي عند الباك جراوند هاخد منها كوبي وهطلع كده عشان يبقى معايا الشكل بالمنظر ده، تمام، وهاجي عند فلتر وهعمل بلور بالشكل ده وهدوس له اوكي، همسك الاستيكه هقلل الفلو
هبدأ امسح كده اول اللايت من هنا واوله من فوق واخره من تحت، حاجات بسيطة، وهبدأ امسحه من الاول كده عشان يبقى قصير ما يبقاش طويل قوي بالشكل ده، تمام. وبعد كده هروح مغير لونه للون العسلي ده كويس، تمام. هعمل نيو لير وهمرج الاثنين عشان اجي عند النورمال كده، هعمل سكرين وهعمل كوبي من نفس اللير، اجي عند اللير اللي تحت هدوس كنترول تي وبعد كده كنترول وهشد كده عشان يوسع لي اللايت بالشكل اللذيذه دي، امسح اوله وبعد كده كنترول يو عشان اخليه يكون رايح للابيض شويه، وممكن امرج الاثنين مع بعض وارجع اعملهم سكرين تاني على اساس ان احنا هنبدا نحذف يعني حاجات بسيطه من الاول كده عشان ايه يبان ان هو طالع من الفانوس بشكل كويس، والت وهشد بالماوس كده عشان اخد منه كوبي وهبدا اظبط الاتجاه بتاعه بالشكل لده، ولو في حاجه طلعت لفوق بالمنظر ده هبدا بالاستيكه بالراحه احذفها كده. طيب خلينا نقف عند اللير بتاعت العربيه وهاجي تحتها هعمل نيو لير، هجيب اوقفه هنعسف في الاول هعمل نيو لير وبعد كده هجيب اللون الاحمر وهدي كليك بس هعلي الفلو وبعد كده هخليها سكرين صغرها بس شويه تمام. وهاجي بقى تحتها احنا عاملين خلاص نيو لير بس خلينا نعمل واحده تاني عادي، هدي كليك هنا كده هوسع الاحمر ده بالشكل ده وهروح اعمل سكرين مره كمان واصبح عمل لي انعكاس للاحمر بكل ايه بكل سهوله بالشكل ده. لو دوست كليك يمين عليه واخترت اول واحده وركز معايا هاجي عند السهم، شايفين السهم الصغير ده، هدوس الت وهدوس كليك هيقسمه له نصين، هروح شادد من اليمين للشمال من الشمال لليمين، شايفين بيبدا يدمج لي اللايت الحمراء جوه الارضيه نفسها بالشكل ده. طيب خلينا اطلع فوق خالص وهعمل نيو لير وهجيب البرش وهنختار نفس البرش اللي احنا اشتغلنا عليها، المره دي هنزلها بس شويه اهو وهقلل الفلو على قد ما اقدر وعشرة عشرة كويسه وهخليها ابيض، وبعد كده ابدا ادي ايه كليكات 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 كده على اساس ان اللايت اللي ورا برضو ايه ليها تأثير بسيط موجود يعني، وممكن كمان ادي كليكات في العماير من فوق كده بالشكل ده. طبعا تحس ان الديزاين مخدش وقت كبير وديزاين بسيط جدا 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 يعني. طيب هنيجي عند الارضية دي وهعمل نيو لير وكنترول الت جي عشان انا محتاج اغمق الارضية من تحت شوية، هجيب البرش الاسود وهقلل الفلو وهبدا امشي كده بالراحه اهو اغمق الارضيه، وهاجي عند اللير بتاعه العربيه هعمل نيو لير وبرده هغمق اخر العربيه او اول العربيه من تحت بالشكل، خلينا اغمق عادي، بعد كده اجيب الاستيكه احذف الايه اللي في الاول او احذف الحتت اللي انا عايز اخليها تكون منوره بالشكل ده. شايفين في دمجة حصل كده لذيذ قوي وزي الفل. خلينا امسح بالراحة بس كده عشان انور ايه العجل سيكا يعني، تمام تمام. طيب خلينا اقرب كده واجي عند اللير بتاعة العربية هعمل نيو لير تانية وهجيب البرش احاول، شايفين النقطة دي هرفعها لفوق عشان اكنز البرش بالشكل ده، هقلله وبعد كده هجيب الابيض اخلي الفلو مثلا يكون زياده شويه وهميله كده شويه عشان ادي ايه ادي ابيض في الحتت دي، خلينا اعلي الفلو اهو، انا جايب الاستيكه كل ده انا اسف جدا والله، يعني زي ما احنا اهو شايفين هدي ابيض هنا كده عشان يبان ان الفانوس ايه منور يعني، والجزء ده كليك يمين وهرفع ده كده وهبدا ايه ادي كليكات هنا كده فيبان ان هي منوره بالشكل ده، وبرده ايه نفس الموضوع هنا كده زي الفل. طيب خلينا هنعمل ايه بعد كده، هطلع فوق ونشوف مثلا
الفوتو فلتر، نشوف مثلا الأزرق ونحاول نقلله شوية. ممتاز. طيب هعمل نيو لير هنا كده، وهجيب البرش اللون البرتقالي ده او العسل اللي احنا بنشتغل بيه، حاول اقلل الفلو، وهبدأ ادي كليكات في ايه في العربية من قدام برضو شوية، على اساس ان اللايت عامل انعكاس. تمام. وهعمل سكرين وهروح ماسك الاستيكة بتاعتي، يعني ايه خطوة ثابتة بس احنا ايه بنروح لها ونجي لها كل شوية. هبدأ ايه امسح كده ايه بالراحة الحاجات اللي انت شايف ان هي زيادة، فتيجي تبص تلاقي ان هي حاجة فرقت مع انها حاجة صغيرة. تمام. طيب احنا شايفين ان الديزاين مخدش وقت كبير وعطى نتيجة كويسة. طيب هنروح للساتوريشن، نحاول كده نشوف ممكن نطلع بايه. خلينا نقول ان احنا كده تمام. طيب هكتب الجملة بتاعتي، وهي جملة فراري من كوكب اخر، اخدها كوبي. تمام اهو. امسك كلمة فراري لوحدها، هروح مكبرها بالشكل ده واخلي لونها يكون الابيض. تمام. وهروح اعمل نفس الموضوع هنا كده، او هعمل كوبي من اللاير دي. تمام. وهصور سيك، هخلي اول الحروف تكون كابيتال بالشكل ده اهو، الاف البي. تمام. هخلي لونها يكون الابيض. طيب الكلمة عملناها ازاي؟ كل اللي انا عملته رحت عامل راسترايز لكلمة فراري، وهجيب البنتول هرسم خط بالشكل ده، وهجيب السهم وهمشي يمين كده بالسهم شوية. تمام. وهعمل نفس الخط من تحت سيكا، وهجيب الحاجات دي شمال شوية. فشايفين بقت شكلها عامل ازاي؟ لذيذة. خلينا نروح لاخر خطوة، وهي الكاميرا رو. هقف عند اول لير وهنزل لاخر لير، وهدوس الت وسهم فوق عشان اخد كوبي من كل اليرز اللي احنا عملناها، وبعد كده كنترول اي عشان ما اخسرش بس اي ليرات، واقدر اتحكم في الديزاين كله اهو. ونيجي بقى يا سيدي للكاميرا رو. طبعا زي ما قلنا كتير قبل كده، الارقام اللي انا بعملها حاجات مش ثابته، على حسب عينيك، على حسب انت عايز الديزاين يكون طالع الوانه عامله ازاي اهو. يا رب يكون الديزاين كان سهل بسيط، ما فيهوش اي تعقيد ولا اي حاجه ما تكونوش فهمتوها يعني. الفكره في الموضوع ان انا بحاول والله، يعني انا بشتغل الدرس لوحدي يا جماعه، وبحاول اخرج لكم الخطوات بابسط طريقه ممكنه، تقدروا بعد كده تستخدموا التريكات دي في ديزاينات تانيه. تمام. وتكون ايه الطريقة معاكم سهلة. طبعا يعني انا شايف الدرجات تحفة جدا. خلينا ندوس اوكي ونشوف كده مع بعض النتيجة. طبعا ممتازة، بس احنا ممكن نقلل شوية نبقى زيادة كده بس. وبكده نكون خلصنا الديزاين. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون كان سهل وبسيط. مستني رأيكم في الكومنتات. أشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.